مشيو الخويت مثلا البنات. كاين عندنا هذا الخاتم هذا رائع البنات، هذا الخاتم غزال ما شاء الله. ها انتم بالنسبه لهذا الخاتم هذا المغياج فيه 5 ديال الغرام و80 ل 570 كيطيح ب 3300 درهم، 330 اورو، 66 الف ريال. هذا البنات كيدير 66 الف ريال، رائع ما شاء الله. جاي فيها البنات هذا البيض وهذا البيض والوسطاني جاي في الصفر. شوفوا البنات شحال غزال. عليكم السلام اسيا مرحبا. براسلي ما عرفش اختي اسيا، كاين عندنا هذا الخاتم هذا اللي فيه 3 ديال الغرام و40 على السوم 580 كيطيح ب 1970 درهم، 1970 درهم، 197 اورو، 39 الف ريال، 39 الف ريال. عليكم السلام حكيمة مرحبا. براسلي ديال دق ليبرا، ندوز لكم دمليج ديال دق ليبرا، ماشي براسلي. كاين عندنا البنات هذا الخاتم هذا اللي جايه فيه حجيره في الموف، حتى هو البنات في الهميزات، اللي فيه 3 الغرام ونص على سوم 580 كيطيح ب 1450 درهم، 145 اورو، 29 الف ريال، 29 الف ريال. كاين عندنا هذا الخاتم هذا البنات حتى هو في الهميزات، هذا فيه 2 الغرام و70 على سوم 500 درهم كيطيح ب 1570 درهم، 157 اورو، 31400، 31400. بالنسبه لهذا الخاتم البنات راه ما يمكن لا يتزاد او لا يتنقص، نعطيكم القياس ديالو. هذا فيه قياس ديال 1.8، 1.8. كاين عندنا البنات هذا الخاتم هذا حتى هو في الهميزات اللي كيدير 2150 درهم، 215 اورو، 43 الف ريال، فيه 3 الغرام و70 على السوم 580 درهم. مرحبا اختي، بالنسبه للغرام 590. ها انتم البنات رائع البنات هذا الخاتم. كاين عندنا هذا الخاتم هذا حتى هو في الهميزات اللي فيه 4 الغرام ونص على سوم 580 كيطيح ب 2520 درهم، 252 اورو، 50400، 50400. كاين عندنا البنات هاد التعليقه هذه حتى هي في الهميزات، رائعه البنات هاد التعليقه. شوفوا كيفاش دايره، هادي فيها 2 غرام و90 على سوم 570 كطيح ب 1610 درهم، 161 اورو، 32200، 32200. كاين عندنا هذا الخاتم هذا اللي فيه سميطه البنات، ها انتوما السلسله ديال الحصيره. هذا البنات عطيه ما باليش الغرام ديالو بالضبط، المهم على سوم 580 كيطيح ب 2000. عبد الغني شحال شنو هادي؟ شحال هذا؟ ما باين لا ثمن لا غرام. 3 غرام و70. وشحال؟ 2380. هذا البنات 2380 درهم، فيه 3 غرام و70. قطر 6-8. مرحبا اختي توريا، مدوزالكم واحد جوج براسليات في الهميزات، دورة كبيرة في منين، واحد تلبيس واحد ديال الكل.
مرحبا اختي، ها انتو ما نخليكم هكا على حساب السكن. تلغني هادو نتاع الهميزات ما تخلطهم ليش؟ كتخلطهم ليش؟ كاين عندنا البنات حلقات نتاع الفيس في الهميزات فنين ما شاء الله. شوف حلقات نتاع الفيس في الهميزات اللي فيهم 3 غرام و60 على سوم 600 درهم الغرام كيطيحوا ب 2160 درهم 216 اورو 43200 43200 عليكم السلام ايطاليان. كاين عندنا هاد الحلقات هادو جايين فيهم هاد الحجيرات في الخضر وضاين فيها حجيرات في البيض فنه ما شاء الله. البنات شوفوا الخديمه كيفاش دايره. هذا البنات فيها 7 ديال الغرام على سوم 550 درهم كطيح ب 3850 درهم 385 اورو 77000 ريال 77000 ريال فنين ما شاء الله البنات. هذه الحلقات البنات بالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي كنوريكم دابا راه كلشي جديد. شوفوا الحلقات البنات راهم جدادين. شوفوا البنات شحال فنين. شوفوا الداخل ديالهم كيفاش داير. كاين عندنا حلقات ديال الكريول البنات حتى هما في الهميزات فنين ما شاء الله. هاد البنات فيهم غرام و70 عصم 580 كيطيحوا ب 1000 درهم 100 اورو 20000 ريال 1000 درهم 100 اورو 20000 ريال البنات فنين غزالين. اللي عجبوها يكفي دير لهم سكرين وتواصل معنا في الواتساب ومرحبا و الف مرحبا. الكوغميت شحال القياس فيه ما عرفتش اختي زيزو. انا الكوغميت اللي كتهضري عليها ما عرفتش كاتبه لك. المهم انا هادشي كاين لي خدامكم ان شاء الله راني غنعطيكم الاثمنه ديالو. كاين عندنا هاد الخاتم هذا ديال المغياج البنات اللي فيه 4 غرام و40 نسم 570 كيطيح ب 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال. رائع البنات هاد الخاتم ديال المغياج. كاين عندنا خاتم ديال المغياج ديال التاج حتى هو غزال. هذا البنات فيه 5 غرام و70 على سوم 580 كيطيح ب 3300 درهم 330 اورو 66000 ريال 66000 ريال. شوفوا البنات الخاتم شحال غزال روعه ما شاء الله. كاين عندنا هذا الخاتم هذا حتى هو البنات في الهميزات. هذا فيه 8 غرام و60 رسوم 570 كيطيح ب 4900 درهم 490 اورو 98000 ريال 98000 ريال. شحال الخاتم اللي في صبعك؟ مرحبا اختي امينه. ما عرفتش انا هو اللي بغيتي تكون قادر كتشوفي قدام. كاين هذا كيدير 8500 درهم وهذا كيدير 8000 درهم الا كان هما هادو اللي كتهضري عليهم. ما كانش ما شاء الله فاش غادي نسالي اللايف راه غنولي نعاود لي زارتيكل اللي في يدي كاملين ان شاء الله. ها انتم البنات نخليكم الخاتم على حساب السكرين 4900 درهم 490 اورو 98000 ريال. اختي مريم خلي الحلقه. مرحبا اختي مروه تواصلي معايا ان شاء الله في الواتساب ومرحبا البنات. انا بالنسبه لي زارتيكل اللي كتختاروهم كونفيرمي معايا البنات في الواتساب. كاين عندنا هاد الخاتم هذا البنات حتى هو غزال ما شاء الله. هذا البنات جاي فيه البيض من الفوق والصفر من الجنب. هذا البنات فيه 11 غرام و70 على سوم 570 كيطيح ب 6670 درهم 667 اورو 133400 غزال ما شاء الله البنات. هاد الخاتم جاي بومبي رائع البنات. مرحبا اختي امينه على الرسولين. كاين عندنا البنات هاد التعليقه هادي حتى هي في الهميزات
هذا البنات فيها 14 غرام و 60 على السوم 560 درهم الغرام، كطيح ب 8170 درهم، 817 اورو، 163400، 163400. بالنسبه الطول ديال التعليقه البنات فيها قياس ديال 6 ديال السنتيم تقريبا اونص، ما وصلش اونص البنات، غير 6 سنتيم فاصلة 3. مرحبا اختي مرو، حتى حطيتها انت مره كنحطو من عند زين حتى هادو حطيتو من عند زين. كاين عندنا البنات هاد الكوغميط هادي حتى هي في الهميزات البنات نتاع لي بول، شوفوا البنات الكوغميط البنات هادشي راه جديد اللي تنوريكم، راه جديد راه من الفيترينا اللي عندكم. عليكم السلام زليخه مرحبا. ها انتم البنات هادي فيها 5 ديال الغرام و 90 على 600 درهم من الغرام، كطيح ب 3540 درهم، 354 اورو، 70800، 70800. كتجي خطيره البنات في اللبسه، شوفوا كيفاش كتجي كتحمق ما شاء الله. ها انتم شوفوا لي بول في الجناب كيفاش جايين روعه ما شاء الله. شوف شوفوا الوريضه في الوسط ولي بول جايين هكا في الوسط تحت هما هنا في الغوز، والغوز والبيض اللي كاينين في الوسط. وخلاص لي بالنسبه لي في الجناب كاين ثلاثه الوان، الصفر والغوز والبيض. ها انتم البنات شوفوا شحال فنه بالنسبه لهاد الدائره الوسط، ها انتم شوفوا شحال القياس ديالها تقريبا 2 سنتيم. كاين عندنا البنات كوغمات ديال الساروت حتى هي في الهميزات، 7 الغرام و20 على السوم 5 على السوم 600 درهم الغرام، كطيح ب 4320 درهم، 432 اورو، 86400، 86400. غزاله ما شاء الله. خليها لكم هكا على حساب السكرين، شوفوا الظهر ديالها والوجه ديالها. اختي رجع بواحد شحال عطاني باش رجع بشي 10 درهم ياك تقريبا، شي 20 تقريبا رجعات شي 20 درهم ولا عاوتاني طلع 10 درهم، دابا دابا راه ناقص ب 10 درهم على ما كان. المهم حنايا معاه طالع هو طالع هبط.